لا واحد شويه ديال الوقت اون اتونطو باش تجي هادشي اللي باقي لكم واحد لابوغاسيون باش الداخليه خصها الموافقه ملي غتجيو غنديروا لكم نتوما هاد الداخليه هادشي اللي طلبتو لا وهذه هاد البلاصه هذيك البلاصه هي علاش جوستومون هذيك اللي هضرنا عليها زوينه ديال دوك الديور مجموعه ديال ممتاز الحمد لله. هادو الناس كان في عجله وهادو لله الحمد كان غير التراب والغيس ومكرفسين بزاف ويعني دابا اللهم لك الحمد هادشي تفتحت هاد الطريق وتصوبت هاد المشاريع كلها تصوبت يعني مهمه بزاف والناس فرحانين يعني الناس السكان فرحوا بزاف لان كانوا في عجله وانتم كتشوفوا ماشي زعما هذا فهذه منجزات يعني من احسن ما يورى يعني ما عندنا ما نقولوا يعني كان هاد الناس تا هما كانوا في عزله على كل حاجه حقيقه خاص هاد الاسباس خاصو واحد هلال الرامي رئيس جمعية السكان حي الوحدة. جميلة هاد المنجزات حقيقة أنه كانت هلا الأمور شوية كرفصة والناس كانوا في الشتاء في الغيس وفي في الصيف في الغبرة. الآن الحمد لله تصاوب هذا المشروع هذا بالمجهودات ديالنا وديال الجماعة بالتنسيق مع رئيس مجلس البلدي تصاوب هذا المشروع هذا حقيقة أنه فك لنا واحد العزلة لأن البلاصة هذه كانت بوحدها باقا كرفصة. الآن الحمد لله تفكت هذه العزلة وأصبح الآن مشروع مزيان ونتمنى أنه المزيد من هذا هذا النوع ديال هذه المشاريع لانه مازال عندنا محلات اخرين اللي خصهم يكونوا بحال ما وكذا في الحي وحنا غاديين بالتنسيق مع الجماعه ومع هذا كننسقوا معهم في انتظار ما يتم هذا في انتظار ما تتم هذه الاصلاحات المقبله ان شاء الله. السي بن زر مصطفى امين المال الجمعيه. كاين شي زياره ديال رئيس المجلس البلدي؟ حقا تفاجئنا بهذه الزياره لان كانت في الصميم عشان الناس السكان ديال الحي الوحده كلهم عجبهم هذا المجيء ديال السي فضل والناس كلشي فرحان بهذه المنجزات اللي دارينا سي فضل وكنتمناو ان المزيد ان شاء الله وواعدونا لان ما يزيدوا بزاف الحوايج منا النافوره منا بزاف المسائل اللي خصنا اللي كنتسنى الحي وحنا كنشكرهم بزاف بهذه المناسبه اللي بعد المناسبه اللي دارنا سي الرئيس والجماعه كامله يعني كان ديما الابواب مفتوحه كان ديما الابواب مفتوحه علينا فيما كنا كنمشيو كنلقاو الاذن الصاغيه المهم شرح لنا الوضع كي كان هنا في الاول. كان كارثي في الحقيقه كان الناس مثلا سيرتو في يوم الجمعه ملي كانت يوم الجمعه الناس كيمشيو يصليو عرفتي يعني صلابطهم وداك الشيء كلشي كيكونوا عامرين بالغيس وباش يمشيو هذا المسجد كان المشكل كثير اما الان الحمد لله كلشي فرحان وكلشي ناشط والناس كلشي ساهموا في هذا في هذا الانجاز هذا هو.
شوف كيف عمرو نهار مات المهم ان كما كان الحال الجامع غادي يكون خاقع مثلا كيفاش غادي يكون ان شاء الله اللي خاصكم تشوفوه هو هذه الصوره على غير يقول لك حتى حداك رمضان لا ماشي نقول له هذا حتى حتى باش منه باش يشوف مع المقاول باش يسرع لنا في تكميله هذا المسجد اللي هو طال الامد ديالو بزاف. مصوابي عبد المجيد رئيس جمعيه المحمديه للتنميه والتعاون. كاينش الزياره ديال رئيس المجلس البلدي؟ بالنسبه للزياره كنا درنا مراسله على قبل المسجد باش ان شاء الله نصليو فيه رمضان، والحمد لله استجب لنا الطلب ديالنا وجا حضر معنا ووعدنا انه ان شاء الله وعدنا بانه في شهر رمضان غادي نصليو ان شاء الله، رغم ان المسجد ما تكونش مازال ما كملش في البناء ديالو. وهنا كنحاولوا نبلغوا الاخوان ديال الحسنيه بانه الحسنيه دار السعاده النواحي اللي قريبه، راه كلشي ان شاء الله في رمضان غادي نصلي ان شاء الله، رغم انه ما غاديش يكمل في البناء ديالو ان شاء الله. والسيد الرئيس انا كان الكلمه اللي كنوجه ليه ديما في المراسلات وهذه حنا كنتمنوا ان شاء الله بان هذا المسجد يكمل في العهد ديالو ان شاء الله، لان طال الزمن بزاف بغينا يكمل ان شاء الله، يكمل المسجد في العهد ديالو ان شاء الله. الناس عزوه ولا اي وراري الحاج وراري احمد فاعل جمعوي. عجبتنا وتفاجئنا الحمد لله من جا السيد الرئيس والوفد ديالو الزياره في الرشيديه جوج. حنا كجمعيه تطوعيه كنخدموا الدرب خدمة الدرب يعني تطوعي، والله يجزيك خير. دائما حنا كنديروا الطلبات وكنديروا مده حتى في الرؤساء الاولين، ولو كانوا هما غادي يسمعوا او يشوفوا. حنا هذا السيد اللي بالينا الدعوه وجا كيصلح لينا، وعدنا بالاصلاح مده 3 شهور ولا 4 شهور، قال لي داك الشيء اللي باقي الشطر الثاني، الشطر الاول هو داز. الشطر الاول حنا دابا واحد 16 دار استفدت من التبليط فهمتي والترصيف، والشطر الثاني وعدنا السيد الرئيس ب 3 شهور او 4 شهور غادي يصلح لنا المباقي ان شاء الله. كلمة السيد الرئيس كنشكره جزيل الشكر لان استدعيناه واستجب لنا الدعوه وجا باش يهنينا وجا باش يدير معاينه للساكنه ديال الرشيديه جوج. رشيد حريبه رئيس جمعيه الرشيديه الاولى للتكافل والتضامن. كاينش الزياره ديال رئيس الجماعه؟ رئيس الجماعه نعم. الزياره ديالها؟ ايوا كانت واحد الرساله صيفطناها اليوم باش تكون واحد الالتفات لهاد الناس ديال حي الرشيديه. كان زفت وسمو التبليط ديال الازقه، وكاين هاد التيران هادشي اللي كاين. دابا كاينش الوعود ديال بان التيران غيتسالي؟ وراك سمعتوا السيد الرئيس قال لك باش يعني غيصوبوا التيران وداك الشيء، وبالنسبه للتبليط ديال هذيك الجهه اللي حدا لا بيلفيو وهنايا باش التبليط ديال الازقه. كلمه للساكنه. الساكنه حنا ولا حنا من هنايا من الساكنه تا هما كيوقفوا معنا بالنظافه سميتو يعني ما النظافه مسؤوليه الجميع. النظافه من طبيعه الحال مسؤوليه ديال الجميع. هذا بعد